أقيم مساء اليوم الثلاثاء بمقر إقامة والي الجهة حفل تأبين الراحل عبد الرحمن بن عمر شقيق السيد لمين بن عمر والي جهة الداخلة وادي الذهب وعامل إقليم وادي الذهب. وحضر الحفل كل من والي جهة الداخلة وادي الذهب وعامل إقليم أو سرد ورئيس جهة الداخلة وادي الذهب ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية إضافة إلى فاعلين من المجتمع المدني. وخلال حفل التأبين تم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، كما ألقى عدد من الحاضرين كلمات في حق الراحل. وفي الختام رفع الحاضرون أكف الضراعة لله عز وجل ليسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. وكان الراحل عبد الرحمن بن عمر قد توفي بحر الأسبوع الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وهو الذي شغل قيد حياته منصب سفير المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. إن لله وإنا إليه راجعون.